تبارك الله على السي محسن الغزال. دابا هادي البلاستيك اخويا جاو اللي كتصفى. تبارك الله على منير الغزال حتى هو. علاش كتصفى؟ دابا هادو المراحل الاخرى ديال الفينيسيو اخي محسن ياك. ايوا اللهم بارك اخي هادشي زوين تبارك الله. الله يزين الصنعه سي محسن. سي محسن راه غني عن التعريف هنا في مدينة سلا. محسن وما لا يعرفه. الصنعة تبارك الله والثقة والشهادة ديال الله ما كاينش الغشام. انا بعدا شخصيا كنهضر راسي واخا نعيط له ويقول لي راني خدام في شي ابارطومون كنقول له نساينك حتى تسالي على خاطرك واجي عندي. انا الحمد لله ما كنتحاشموش معاه. امين. تبارك الله على سي محسن الغزال. تبارك الله داكشي طلع زوين اخي محسن. وتبارك الله على السي منير حتى هو. شكرا الله يحفظك. هادو شنو كيتسماو اخي محسن؟ هادو كيتسمى الغرغر. الغرغر؟ اه الغرغر. مع خوف قروار. السي محسن راه السي محسن راه هو اللي اقترح عليا هاد الفكرة. يعني كما شفتو راه درنا فوق بلافو سامبل. ومع الديكور هذا تبارك الله غيطلع داكشي زوين. نهرسو داك السامبل. اه ما شاء الله فينيسيون ناضي اخي محسن بلا ما يحتاجو الصباغ يدير لوندو يجيو الصباغ ديريكت. البريو راه كيبان من هنا. تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك. خدمة متقونة سي محسن. الله يسهلك الله يبقى خير تستاهل كل خير خويا جاو. الله يجزيك بخير. وسي محسن راه مستحيل نبدلوه. ديجا صاوب ليا الدار كاملة تبارك الله. داكشي في المستوى. لا من ناحية الجودة ولا من ناحية أي حاجة. وما نساوش سي منير حتى هو تبارك الله عليه. المهم انا الله فيني هاد البلافون اللي فيه النيون وجوان كرو وفي البلافون وفي هاد القطبان ومالو وحده هنا وحده لهيه.